ومن جهة أخرى قدم مجموعة من الفنانين الجزائريين تهانيهم للجمهور الجزائري بمناسبة عيد الفطر ونصائحهم بضرورة التأقلم مع الظروف الصحية التي تعيشها الجزائر والعالم أجمع. كل هذا مع سامية مازوني. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، صحة عيدكم وعقوبة العام الجاي إن شاء الله. اللهم يا ربي ارفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، وتعيدوا بالصحة إن شاء الله، وفيف لالجيري والشعب الجزائري، نقول له صحة عيدك وفيف نو حتى تبنو أوقات أحسن ويرفع علينا هذا البلاء. معكم حمزة غربي ممثل جزائري، وحبيت نقول لكم صحة عيدكم. السلام عليكم، معكم عمار سنيقري، جيت نهني الشعب الجزائري بعيد الفطر ونقولوا عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيام الجميع، غفر الله لنا ولكم جميع الذنوب. ونقولوا للناس اللي راح تجوز أول مرة عيد بدون شخص عزيز عليهم جراء الوباء الكورونا أو من غير الكورونا، إن لله وإنا إليه راجعون. والناس اللي راح يتكافح في المستشفيات، نطلب وندعو جميعنا الله عز وجل أن يشفيهم، واللي راه مليح وبصحته لبس به نقول له خذ حذرك خذ حذرك، لأن هذا الوباء فتاك وخطير جدا ولا يرى بالعين المجردة. وإن شاء الله تكونوا كامل الشعب الجزائري صام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم الممثلة فريدة حرحار، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير لكل الشعب الجزائري والشعب المسلم عامة، وخاصة متابعي قناة النهار، صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. أمين بومدين معكم، نقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد كل الشعب الجزائري أينما كان وداخل أو خارج الوطن، وصحة عيد كل عمال قناة النهار. السلام عليكم خاوتي خوتي تاع رمضان كريم بالصحة والهنا إن شاء الله، ماشي البحر معكم كي العادة، رانا بخيرة فوق طامد راسي أنا وكوموندون إيكيباس سوفو كابيتان شاب ميكانيسيان ميكرون ومعنا البحرية كاين كلمة للرئيس. السلام عليكم، بمناسبة عيد الفطر نتمناو لكل رجال البحر عيد سعيد ولقب العام الجاي إن شاء الله، لكل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بالخصوص. ما ننسوش كاع لي مالادي موند كيما ماد النور كالفيريين لي بروك لي روموركور لابيلوتين، نقول لكم كاع رمضان كريم ريحة عليكم. السلام عليكم، حببنا في كل بلاصة، معكم سعيدي كوبا وان توجور، حاب نقول لكم باللي تقبل الله صيامكم وصيام الجميع، الله يقبل دعوات ان شاء الله. رمضان الحمد لله راه فات، راح نهنى ثاني حاجة كل الأمة الإسلامية في بقاع العالم، راح نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. ثالث حاجة واللي هي مهمة بزاف بزاف، الجيش الأبيض توجور نقدموا له تحية، لأنهم راهم يضحوا بمساكين، راهم يدفعوا في أرواح على جالنا، ماذا بينا ما نخرجوش، ماذا بينا نريحوا في الديار. الخوت شكرا.